هو اعلان رسمي صدر من قائد الوحدات الخاصه الايرانيه انه بالفعل ارسل عددا كبيرا من قواته ولكن تحت زعم حمايه المقدسات حمايه المسيره الاربعينيه للحسين حمايه المراقد الشيعيه في جنوب العراق والحقيقه والواقع ان هذه المراقد او هذه المواكب الدينيه لم تكن يوما يعني لتتوقف برغم عدم وجود ضباط ايرانيين او عدم وجود قوات عسكريه ايرانيه بزياه الرسم كما هو حدث الان اعتقد ان ما يحدث هو يعني يتصل بشكل مباشر بمشهد الاحتجاجات العراقيه التي هي ليست فقط احتجاجات ضد السلطه في بغداد وانما هي احتجاجات ضد الهيمنه الايرانيه على القرار العراقي، هذه الاحتجاجات انما توجه بالاساس الى ايران باعتبارها انها هي التي تحرك الاحداث في بغداد، وهي التي تقود قوات موازيه للجيش العراقي وهي قوات الحشد الشعبي، والذي صار وكانه حرس ثوري جديد داخل العراق ياتمر مباشره بامر الولي الفقيه. ولا وليس بامر رئيس الوزراء العراقي ولذلك اعتقد ان ايران تتحمل مسؤوليه الدماء التي تجرى التي تجري الان في شوارع بغداد والتي تجري الان في الشوارع العراقيه برغم هدوء الاحتجاجات وبرغم هدوء المشهد الا ان ايران تظل ضالعه والعراقيون اعتقد انهم لن ينسوا ذلك لقتيل